سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية إضافة مكون جديد New Hardware إلى جهاز الحاسب. ويتميز نظام التشغيل Windows XP بخاصية التعرف على المكونات وتشغيلها بصورة تلقائية، وتسمى هذه الخاصية Plug and Play. وتعمل هذه الخاصية على اكتشاف وتعريف معظم المكونات التي يتم توصيلها بجهاز الحاسب بصورة تلقائية. فمثلا إذا قمنا بتثبيت بطاقة صوت في إحدى الأماكن المخصصة لها داخل الجهاز، ثم قمنا بتشغيل الجهاز، فيقوم نظام التشغيل بالتعرف على نوع بطاقة الصوت التي قمنا بتثبيتها داخل الجهاز، ثم يقوم بتحميل ملف التعريف درايفر الخاص بهذه البطاقة بصورة تلقائية، وذلك إذا كان ملف التعريف درايفر الخاص بهذه البطاقة موجود ضمن قائمة ملفات التعريف درايفر المحتوى بصورة افتراضية داخل نظام التشغيل. أما إذا كان ملف التعريف درايفر الخاص بهذه البطاقة غير موجود داخل هذه القائمة، فإن نظام التشغيل يقوم بإظهار مربع حواري للسؤال عن مسار ملف التعريف درايفر الخاص بهذه البطاقة. وبإدخال الأسطوانة أو الديسك الخاص بتعريف هذه البطاقة، يقوم نظام التشغيل بتثبيت ملف التعريف درايفر الخاص بهذه البطاقة وتشغيله مباشرة. وملف التعريف درايفر هو عبارة عن برنامج صغير يستخدم لتعريف المكون داخل نظام التشغيل، بحيث يستطيع نظام التشغيل التعامل مع هذا المكون. ويجب ملاحظة أن خاصية التشغيل التلقائي Plug and Play لا تعمل إلا في حالة دعم المكون Device لهذه الخاصية. فهناك بعض المكونات مثل بعض أنواع الطابعات لا تقوم بدعم هذه الخاصية، ولذلك أن نظام التشغيل يسمح لنا بتعريف المكونات التي لا تدعم الخاصية Plug and Play بصورة يدوية. فإذا أردنا على سبيل المثال تعريف طابعة برينتر لا تدعم الخاصية Plug and Play، نقوم بتوصيل هذه الطابعة بالننفذ الخاص بها في جهاز الكمبيوتر، وليكن الننفذ LBT1، ثم نتأكد من وصول الطاقة الكهربائية إلى هذه الطابعة. ولتعريف هذه الطابعة داخل نظام التشغيل، نفتح لوحة التحكم Control Panel، ثم نختار Switch to Classic View، ثم نضغط ضغطا مزدوجا على الرمز Add Hardware، فيظهر المربع عشوائي Add Hardware Wizard. فنضغط على المفتاح Next، فيقوم نظام التشغيل بالبحث عن أي مكونات Hardware Components تم تثبيتها بجهاز الحاسب ولم يتم تعريفها. فنلاحظ أن نظام التشغيل لم يقم باكتشاف أي مكونات جديدة متصلة بالجهاز، وذلك أن الطابعة التي قمنا بتوصيلها لا تدعم الخاصية Plug and Play. وفي هذا المربع الشواري يتم السؤال عما إذا كان المكون الذي نريد تعريفه تم توصيله بجهاز الحاسب أم لا، فنختار Yes I have already connected the hardware، وذلك لأننا قمنا بتوصيل الطابعة بالفعل، ثم نضغط Next، فتظهر لنا قائمة بالمكونات المثبتة داخل نظام التشغيل. فنقوم باختيار Add a new hardware device من أسفل هذه القائمة، ثم نضغط Next، ومن هذا المربع الشواري نقوم باختيار Install the hardware that I manually select from a list لتعريف الطابعة يدويا، وذلك لأننا نعلم بالتحديد نوع الطابعة التي نريد تعريفها وإضافتها. والآن نضغط على المفتاح Next، ونضغط مع السحب على الشريط المزلق لأسفل، ثم نختار Printers، ونضغط Next، ونختار المنفذ الذي تم توصيل الطابعة عليه من هذه القائمة، وهو المنفذ LBT1، ونضغط Next، ومن القائمة Manufacturer نختار اسم الشركة المصنعة للطابعة التي نريد تعريفها. سيتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة الخاصة بهذه الشركة في القائمة Printers، فنقوم باختيار الموديل الصحيح للطابعة، ونضغط Next، وفي الصانة Printer Name نقوم بإدخال اسم هذه الطابعة أو نترك الاسم الافتراضي لها. ومن الجزء Do you want to use this printer as the default printer؟ يمكننا تعيين هذه الطابعة كطابعة افتراضية لهذا الجهاز، وذلك باختيار Yes، وهو الاختيار الافتراضي. والآن نضغط على المفتاح Next، ومن هذا المربع الحواري يمكننا عمل مشاركة Sharing لهذه الطابعة على الشبكة المحلية Local Network، حتى يتمكن الآخرون من استخدام هذه الطابعة
من خلال شبكة الاتصال المحلية LAN. سنضغط على المفتاح Next للانتقال إلى الخطوة التالية بدون عمل مشاركة للطابعة. ولطباعة صفحة الاختبار صحة تعريف الطابعة نضغط على المفتاح Next ثم نضغط Finish. سيتم تحميل الدرايفر الخاص بالطابعة التي قمنا باختيارها، وتظهر رسالة للسؤال عما إذا كان قد تم طباعة صفحة الاختبار بشكل صحيح أم لا. فإذا تم طباعة الصفحة بشكل صحيح نضغط على المفتاح OK، وبهذا نكون قد قمنا بتعريف الطابعة بشكل صحيح.